طب العنب كله يا لا 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 عنب شفنا ولا سلة يا لا 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 فنان كاظم الساهر، بنقول لك اهلا بيك في التلفزيون المصري. شكرا جزيلا. الحفله اللي بننتظرها منك كل عام، ومش احنا جمهورك اللي بينتظر. لا انا اللي انتظرها، مو انت ولا الجمهور، انا انتظرها. يعني احساسك ايه؟ انا عارفه ان انت كل سنه الجمهور بينتظرك وانت يعني احساسك ايه بيبقى بلقاء الحفله دي؟ هو كل سنه فعلا انه من اجمل حفلاتي، يعني تكون مع التلفزيون يا مارينا أو قاعة المؤتمرات، وهذه التجربة الأولى راح أغني بالاستاد. الجمهور رائع بصراحة، يعني الجمهور المصري حبيبي. أنا أقول هو صعب، لازم نهيئ له منهاج كبير. أنت بتهيئ جامد، وعايزة أقول لهم أنا شفت التعب اللي بتعمله قد إيه في البروفا، وهم كمان قدام التعب ده بيجوا حافظين الأغاني معاك، يعني ممكن يشتركوا معاك في البروفا. احنا نحاول إن شاء الله نغني لهم الجديد كله، ونحاول نغني بعض. في ناس كثير كانوا طلبوا مجموعة من الأغاني القديمة، وده نحاول نحضر أنا ودكتور رجب إن شاء الله مجموعة من رائعة إن شاء الله. أغانيك الجديدة كلها جميلة كالعادة طبعا ومميزة، ونقدر نقول أنه ما زلنا حاسين بنبض نزار قباني موجود وكأنه لم يرحل بالفعل. يعني اختيارك لأغنية عندك شك وقولي ومجموعة كتيرة ويا حافية القدمين وكل ما تكبر تحلى، يعني مجموعة دي خدت وقت قد إيه في اختيارك؟ هو مجموعة الأغاني لشعراء كثيرين طبعا. حافية القدمين اللي هي نفسها هل عندك شك، بساد نزار قباني، تقولين الهوى شيء جميل نزار قباني، صباحك سكر نزار قباني، كما تكبر تحلى كريم العراقي. كريم العراقي كاتب ثلاث أغاني، وفي شعراء أيضا، في محمد بن عبود كتب أغنية غالية ولكن ما دخلت للأسف بالألبوم، تشالت آخر لحظة. غنيها في الحفلة؟ راح أغنيها في الحفلة إن شاء الله. في مجموعة كمان أنا كتبت أغنيتين الحلوة ومنو أنت وتسرح حلوة جميلة، أنا شفت البروفات. شكرا. وفي يعني مجموعة من الشعراء أيضا، مواويل مثل الأستاذ أسعد الغريري كتب أعجبك لما أتغازل معاك، وفيها مقطع جواها ألقط مانجا مصرية وقطايف وأشياء، يعني مثل ما يقول أشياء شعبية أنا حبيت أضيفها لهذه الأغاني. بداية كاظم الساهر بتقول إنك بدايتك خالص كانت في كتابة الشعر، ده صحيح؟ البداية القديمة؟ لا، يعني كنت هاوي إنك تكتب شعر؟ كلمات أغاني؟ بدايتي موسيقى، ملحن. ملحن بس كمان كنت بتكتب؟ كنت أكتب خواطر، أنا عمري 13 سنة كتبت الخواطر الشعرية وكتبت كلمات الأغاني بهذا الزمن. صح، وده كان السبب ان انت دلوقتي كمان بتكتب وبتنتقي قوي. نعم، انا احساسك انا كثير عجبني، انا التذوق الشعري حتى من المتابعين للشعر والشعراء جيد جدا، يعني تلميذهم، انا مجتهد في الشعر. ده صعب على الشعراء، صعب كمان انت يعني قضيه التلحين هنتكلم عليها، ولكن صعب ان الواحد لما بيكتب فبيحس الكلمه اكتر ما يكون متلقي لي. أنا اللي يعجبني الشعر، ومو أي شعر يأثر فيه، لازم يكون فعلا، لازم يدخل لي، يعني لازم يمسك القلب، يعني حتى أحس بي أقول هو هذه العروسة التالية اللي راح أبدي أمكيجها وأبدي أحط لها الميك اب والهذا يعني البداية عندك الكلمة تأثر فيك وين يبدأ تفكير. بالضبط. عن عين صوتك كلمة قافية، ما
منك برضو يعني انت بطبعك رومانسي وبانتقائك للكلمة، بتحس جمهورك الاساسي من النساء والفتيات وكده اشتياقهم للكلمة الرومانسية اللي يمكن تكون غايبة عن واقعنا بشكل عام، يعني يمكن في تفاعل جميل. هي الاختيار للصياغة للشعر وكلمات انه مواضيع انه فعلا احنا محتاجيها، واعتقد اذا قلت لك انه اول الناس انا محتاجها كلنا، وعشان كده هم بيحسوا انه ده مش موجود. لا موجود هو، ولكن مش بيقولوا، لا يقولوه بس يقولوه بطريقه مختلفه. ليش اختلف هو الشعر عن الكلام العادي؟ اختلف الشعر عن الكلام العادي لان الشعر ما بقاش في حد بيقول عندك شك انك احلى امراه، ما بقاش في حد بيقول كل ما تكبر تحلى، لا ما بقاش حد بيقول، لا ليش بالعكس الناس بتقوله جواها زي ما بتقول، بس بقى جميل ان تحترق حتى تنير وجوه النساء الجميلات. الرجال بالعكس، الرجال يقدمون اجمل ما عندهم للنساء، وفي باحاسيسهم بقلوبهم بعملهم بكل شيء، بكل شيء بجهودهم. النساء يحتاجوا شوية يبسط الحالة، النساء يحتاجوا شوية أن يطبطبوا. لو سمعوا الكلام الحلو ده حيطبطبوا، يعني يسمعونا شوية، يطلعوا التعب من عندنا شوية، يطلعوا أحزاننا شوية، لأن يعني فعلا الآن الزمن محتاج إلى جهد مضاعف في المرأة أن تشيل من الرجل هموم المآسي اللي موجودة على التلفزيونات وفي الأخبار وفي الشغل وفي الشارع وفي كل مكان، في الصحف. الآن نحتاج المرأة أن تكون أم زمان، الصبر والتضحية والقدرة على، يعني هو ده لو كانت كده هو ده اللي بيطلع الكلام الحلو منه. طبعا الرجل ده السبب، راح تشوف فيه شاعر، هيسعدوا جدا الرجال. لا صراحة الرجل راح تشوف فيه شاعر، راح تشوف فيه طلع كلام من أجمل ما يكون. أنت وقسم منكم، يعني دي الوصفة بتاعت كاظم السيد، قسم منكم مستبدات، هو السبب مستبدات، قسم منكم مستبدات. احنا طيبين الرجال، بالعكس أنتوا اللي فيكم الاستبداد من بعض النساء. دلع عيني دلع، دلع روحي دلع، دلع عيني دلع، دلع روحي دلع، يناسبها الدلع وحسن بيها انجمع، واللي بعينه شاف غير اللي سمع. دلع خلينا نرجع للكلام الحلو ونقول انه انا كمان قريت ان انت وانت طفل صغير كنت غاوي تمسك الاسلاك وتعمل لعب الاطفال، ده فعلا سبب حبك للاطفال والدمى بقى اللي بتيجي على المسرح؟ بحس ان انت بتبقى سعيد جدا هو طفل صغير. فعلا اكون سعيد جدا فيها، وانا فعلا كنت صغير انا اعمل الدمى من الطين من الطين، اعمل انا عارف عنك حاجة. اي صح، واعمل من الاسلاك انه عربيات سيارات وهذا عندك لا والله لا ما في وقت، لا يعني كنت زمان، بس الآن ما شوية أرسم، يعني أوقات الفراغ شوية أرسم شوية. أنا بلاحظ حتى في تصويرك لأغاني الفيديو كليب بتأدي، يعني في نوع من أنواع، مش فقط الصوت الحلو طبعا ده ما فيش شك عليه، ولكن عندك أداء. يعني ما فكرتش في التمثيل، ما فكرتش في أنك يعني تخوض المسألة دي وانت بحاجة لفيلم يؤرخ عملك ومشوارك الطويل؟ لا ما مش عارفين بصراحه. لا لا خليني على الموسيقى والغناء افضل، اعرف نفسي انه اعطي فيها تمثيل، خليني ما لسه يعني مش مدرك في الخلق. يعني مبي خلاص، يعني مش في دماغك؟ لا ابدا، مش هتفاجئنا بيه ابدا؟ لا ابد ابد خلاص. طيب عارفه ان انت خلاص دلوقتي بتستعد، لكن عايزه اعرف منك حاجه، لانه يمكن الجمهور، ما انا عارفه ان في بعض اعضاء الفرقه هنا من العراق، جو من بغداد مخصيصا، احنا ممكن نتعرف عليهم يا ريت، ونحيي كمان دكتور رضا رجب حسن فالح، هو قائد الفرقه الموسيقيه عندي في كل العالم. اهلا استاذ حسن، اهلا مرحبا بك. حضرتك مدرب؟ طبعا. شاكو معك؟ مال شاكو معك؟
شاكو ماكو. الحمد لله كل شيء بخير. الحمد لله كل شيء بخير. الحمد لله كل شيء بخير. ايه اللي بيميز الفنان كاظم الساهر معاكم في الفرقه؟ والله يعني اولا تعامله معانا كصديق وفنان شعلة من الاحساس بصراحة مع الكل. يعني ده حسأل فيه دكتور رضا. اهلا بيك. انا عارفة ان انت عندك يعني نقول مباراة لان انت في الاستاد، فهي مباراة غنائية فنية جميلة مع الفنان كاظم الساهر، وفي اعضاء فرقة حضرتك طبعا النجوم، وفي الفرقة العراقية الموجودة. التضافر ده بيحصل بقى ما بيبقاش فيه؟ والله انا يعني في طبعا تدريبات كتيرة بتحصل، انما التالف يعني بيحدث سريعا ان هم موسيقيين محترفين، ويعني هم يعني بيبقوا مع الاستاذ كاظم كجروب صغير في كل الدول العربيه او الدول الاوروبيه، بيعملوا الحفلات دي بره وحافظين شغله طبعا، يعني يمكن حتى من غير نواه. يعني ايه اللي بيقلق الفنان كاظم الساهر على المسرح؟ اللي بيقلقه الوقت. الوقت. الوقت ازاي يعني؟ جدا. هو ملتزم جدا يعني، بيبقى في ميعاده قبل الحفله يمكن بساعه او بساعتين. فعلا هو بيجي قبل ميعاده، انما يعني هو عنده شيء من التوتر جامد جدا خاصه قبل ما يجي الحفله. لكن اول ما يطلع، اول ما يطلع خلاص، هم اول 3 4 دقائق وخلاص وانتهى الموضوع. يعني هل بيبقى فيه لازم اغنيه معينه هي اللي بتهديه شويه في الاول ولا ما يفرقش؟ لا ما يفرقش والله، هو يعني يا بيسيب لي انا اختيار الدخول الاولاني، وغالبا انت ممكن تنده بقى للفنان عشان احنا عايزين. غالبا يعني بيبعت لي طبعا قبل ما يطلع المسرح، وطبعا بنقرا الفاتحه وربنا يكرمنا ان شاء الله، وبقول له طب نبتدي بايه؟ يقول لي والله ما تسالنيش دلوقتي. انا ما كنتوش متفقين في البروفا بتسيبوه؟ مش متفقين، ان احنا اصل برنامجه كبير وبياخد مجهود كبير جدا، يعني اغانيه مش سهله. أسأل الفنان كاظم الساهر، هو هرب مننا بس احنا رجعنا له تاني؟ ما هرب. لا لا، عايز أسأل يعني في وجود دكتور رضا لسه بسأله، ايه اللي بيقلقك على المسرح؟ فقال لي هو عموما بيبقى في الأول بس ما بتختارش الأغنية الأولانية في البروفا، يعني بتسيبها لحد يوم الحفل. هذه مشكلة كبيرة كده عشان انت تبقى في الكاميرا. لأن البداية صعبة حتى بعد كل الحفلات الرائعة. صعبة يعني، هو اللي يقرر مرات الدكتور رضا. اسأليني أنا عشان أنا يعني دايما أخش له قبل، رغم بروفات الطويلة أدخل أستاذ كاظم قبل ما يطلع المسرح، يعني دايما يبعت لي فين وين رضا بيبعته لي. أروح له أقول له طيب. مع أنه بيبدو دايما هادئ ومش متوتر، هو جميل وهادي وكل حاجة، بس إلا حتة قبل المسرح بالذات. يعني حضرتك بتبقى جاهز بكل الأغاني؟ إذا تأخير يعني أنا مثلا يبلغوني ساعة 10، انا شوفين 9:30 جاهز. انا عارفه، انا حضرت السنه اللي فاتت معاك. لو اخروني بالدقيقه هتشوفي اعصابي كلها ترن. انا احب مثلا يقولوا لي تعال الساعه 11 او 10 او هذا، اجي على الموعد. هاي حياتي متعود عليها الشيء. من اجي وانتظر خسر نص جهدي، خسروني يعني. انا ساعات اسمع ان المطربين بيقولوا ان هم مش بيشوفوا الجمهور، هل ده بيحصل انك تبقاش حاسس؟ بتبقى هو الجمهور بيرفعك يعني، الجمهور صراحه بيرفع، ولكن مرات مثلا من تدخلي تغمضي تدخلي بعالم حتى تأديها الأغنية بشكلها صح وتعطيها إحساس جميل، ما تخليكي مع موضوع الأغنية، فلازم تغيبي. أغنية عبرت الشط من الأغاني القديمة جدا والناس بتحبها منك قوي، وده النوع ده مش متكرر قوي دلوقتي عندك، هل هنسمعها في الحفلة دي ولا هنسمع جديد؟ والله اصل البروجرام كبير جدا، ويعني احنا الجمهور بيطلب حاجات كتير. مين بيختار البروجرام؟ فنان كاظم ولا في بتختاروا مع بعض؟ بيغني طبعا، هو اللي بيغني، فطبعا مو بس انا، يشاركوني كل الفرقه صراحه، يعني مشاركه وكل مشاركه، يعني كلهم يرشحوا لي الاغنيه، رشح هاي الاغنيه، اقول لهم راحتكم انتم شوفوا الاغاني اللي ترشحوا لي اياها، وانا هاي الاغنيه مطلوبه من عندي اغنيه، هذه مطلوبه هاي. والجمهور بيدخل كمان بقى بيفاجئنا. الجمهور حافظ الاغاني بالكامله. سمعت امبارح الفنان كاظم الساهر هو بيقول التوزيع هلكنا قد كده، توزيع الاغاني اللي احنا دايما نسمع دلوقتي في ملحن وفي موزع، واحيانا ان الموزع بيطغى، او مش عايزه اقول انه بيفقد اللحن قيمته، لكن احيانا من كثره التوزيع او الاشكال الحديثه بتضيع قيمه اللحن. هل ده صح؟ اي حاجه فيها مبالغه يعني كان نقصان، يعني زياده كان نقصان، احيانا من يبالغ في التوزيع
فعلا بيتقل. اوكي الى الان لازم كم مره ساعدوني لو عايز تعيد. لا مش عاوز اعيد، عاوز يعني هو المفروض ولا الى مر يوم ولم اتذكر فينا فرحونا صباح السكر. I'm gonna make you mine.